احنا رايحين دلوقتي هنشوف ازاي ادخل ملف من الاكسل للاوتوكاد بحيث يتقري في الريفت. لو انا دخلته من الطريقه العاديه ان انا اروح لقائمه انسيرت واقول له اعمل ادراج للاو ال اي، هتلاقي الملف ما بيظهرش معاك في الريفت. طيب دلوقتي انا هاجي هكتب كلمه تيبل، هاجي هنا اقول له انا عايز ملف ستاندرد، هبدا ملف فاضي ولا هبدا اسحبه من مكان، هقول له فروم اداتا لينك، هديك ملف لينك تروح تاخد منه الملف الاكسل بتاعي. فبقول له هات لي ملف، بدي له اسم، وبعد كده ببدا اختار الملف بتاعي هيكون موجود فين. ده الملف، فبيقول لي انت عايز المسار كله يبقى موجود ولا هما الاتنين في نفس المكان فمش محتاج مسار او ريلاتيف. طيب الاكسل هيبقى مربوط ازاي، السيمبل ولا انهي واحد فيهم، لان الملف ممكن يكون فيه كذا شيت وانا مش هاخد دوت. اللينك تو رينج يعني هياخد الملف دوت ولا عايز انا خلايا معينه، اقول له مثلا A1 الى C30، يعني خد من الخلايا اللي هي A1 لحد C30. تعالى نروح هنا في هنا الاسمبل اللي هو دوت، لا ده فاضي. طب تعالى ناخد بقى حاجه مثلا زي دوت، اللي هو دوت ماشي، اقول له اوكي. الخلايا دي كلها اقدر اعدل فيها زي ما انا عايز وانا في الاوتوكاد، ممكن تغير اللون، تغير الكتابه، تغير زي ما انت عايز. واي تعديل هيحصل في ملف الاكسل هيظهر معايا هنا، واي تعديل هيحصل هنا هيظهر معايا برضو في ملف الريفت. يعني لو انت في اي وقت عايز تغير الخلفيه تقدر تغير، مجرد ان انا هدوس هنا على الخليه دي مثلا وابدا اسحب في الخليه اللي انا عايزها، هلاقي هنا جايب لي الباك جراوند للبوردر للحدود، وباك جراوند فيلم ممكن مثلا تقول له انا مش عايز اي الوان خالص، انا عايز مثلا التكست يبقى الستايل بتاعه كذا، التكست هاي زي ما انا عايز. كل اللي انت عايز تقدر تعمله اقول له احفظ، احفظه مثلا على الديسكتوب. تمام، اروح بقى للريفت، هاجي هنا على اي ملف مثلا ليجند مثلا، بورت كات او لينك كات، خليها لينك كات بحيث اول ما يتعدل هناك يتعدل هنا. اقول له هات لي من الديسكتوب ملف الاوتوكاد اللي احنا كنا لسه عاملينه اهوت، اوبن. بس يا سيدي لا سحر ولا شعوذة، ظهر معايا الملف دوت. لو انت غيرت في الاكسل هيتغير في الاوتوكاد هيتغير هنا. فانت كده عندك ربط الحاجات كلها ببعض، ودي طريقة ان انت تدخل جدول او اكسل، لان انت ممكن تكون عايز تحط جدول ومتكونش مرتبط بالعناصر، فمش قادر تحطها في، مش قادر تعمل جدول من الجدولات الموجوده في الريفت، لانها لازم تكون مربوطه بعناصر حقيقيه ثلاثيه الابعاد موجوده في قلب الموديل.